بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين، ذكر عظيم لا يعلم كثير من الناس استحسنه العلماء وأجازته لجنة الفتوى، وأنا سمعته في إذاعة القرآن الكريم. ذكر عظيم لو أنك قلته بإذن الله تحصل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان الحديث فيه بعض الضعف. الحديث الضعيف معمول به في فضائل الأعمال في كثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه، فيلتجئ العلماء إلى الحديث الضعيف فيقدمونه على مصادر التشريع كالقياس والاجتهاد والمصالح المرسلة وغيرها من مصادر التشريع، كما قال جمهور العلماء. الإمام مالك يحتج بأحاديث ضعيفة في كتابه الموطأ وبنى عليها أحكام فقهية. الإمام أبو حنيفة احتج بأحاديث ضعيفة، هبين لكم دلوقتي قبل أمثلة. كذلك الإمام أحمد، كذلك الإمام أحمد قال في مثلا، على سبيل المثال، يجوز للرجل ان يصلي الجمعه في البلاد الغرب. ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف صلى الجمعه في غير معادها عندما حصلت ظروف صعبه من المطر وغيره، فاخر صلاه الجمعه. حديث فيه ضعف، والامام الوحيد احمد هو الوحيد اللي ذكره وعارفه. فالمذهب الحنبلي يجيز هذا، والمذهب الثاني تنفضل حديث ضعيف، لكن اخذ به بعض كثير من العلماء في، وهذا يفعل في بلاد الغرب. يعني جزيت لك الفتوى. احاديث اللي جت في الشطرنج كلها ضعيفه، سواء كان على الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه، لكن كثير من العلماء او جمهور العلماء خدوا بيه. وقالوا الشطرنج، قالوا احنا الشطرنج. حديث مهم جدا في احكام الطهاره. حديث الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره ما لم يخالطه شيء ليس من جنسه فغير من لونه او طعمه او رائحته. هذا حديث الجزء الاخير متفق على ضعفه، ومع ذلك العلماء اخذوا بيه وقالوا ان الماء اذا خالطه شيء ليس من جنسه فتغير لونه او طعمه او رائحته ليس لا يصلح لاختلاف الحدث الاصغر او الاكبر. لو لك ملأت مختصا او بانيو ماء وحولته الى صابون كنت على جنابه لم تطهر ابدا، او كنت على وضوء ما ينفعش، ضعيف. حديث من جلس للتشهد الاخير فاحدث فقد تمت صلاته، ذكره الامام القرطبي في كتاب، حديث ضعيف. مع ذلك الامام ابو حنيفه اخذ به بنى عليه حكما فقهيا، قال ان التشهد الاخير سنه مؤكده وليس فرضا. وجمهور العلماء خالفوه، قالوا لا، التشهد الاخير فرض وهذا هو الصحيح. لكن هو قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جلس التشهد الاخير ما قالش من قرأ، قال لك الجلوس فرض، خد بظاهر الحديث، لكن القراءه مش فرض. بمعنى ان انت لو احدثت قبل ان تختم صلاتك بثانيه او اثنين صلاتك صحيحه. حديث ضعيف. يبقى اذا انا كمجتهد عندي حديث، عندي مساله فقهيه لازم اطلع في حكم شرعي، وعندي ما عنديش حديث صحيح، اعمل ايه؟ لكن عندي ضعيف، اجتهد ولا اخد بالحديث الضعيف؟ اخد بالحديث الضعيف، ابص عليه، اشوف متنه، اشوف سنده، هل في حديث ضعيف من طريق تاني بيقوي هذا الحديث ولا مفيش حديث ضعيف بيقويه؟ هل في شواهد في السنه بتقويه ولا لا؟ هل في حاجه في القران بتقويه ولا لا؟ هل في اقوال من الصحابه بتقويه ولا لا؟ ياخد بيها ما ياخدش بيها. وهنا بقى بيحصل خلاف من العلماء، والخلاف رحمه، وتختلف الاحكام الفقهيه. دي نبذه بسيطه عن اهميه الحديث الضعيف. طب الحديث ده بيقول ايه؟ الحديث بيقول من قرأ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم قرأ ثلاث ايات اخيره من سوره الحشر، وكل الله له 70,000 ملكا في الصباح، صباحا وكل الله له 70,000 ملكا يدعون له يصلون عليه حتى يمسي، وان قرأ في المساء وكل الله 70,000 ملك يدعون له يصلون عليه حتى يصبح، وان مات في يومه مات شهيدا. ودي اللي احنا عايزينها. تخيل بقى لو ربنا سبحانه وتعالى وكل لك 70,000 ملك وطوال اليوم يدعون لك ويصلون عليك، كيف يكون الثواب؟ ربما لان اخر ايات في سوره الحشر فيها اعظم اسماء الله الحسنى، وفيها كثير من اسماء الله الحسنى. بعد تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم. شوف الاسماء الحسنى، كم الاسماء الحسنى، ربما يكون هذا هو السبب. ربنا سبحانه وتعالى يريدنا ان نقرا هذه الايات تعبدا له بهذه باسمائه، ربما يعطيني هذا السؤال، والله اعلم. طبعا العلماء يبحثون ليه، والله لو قدروا بيوصلوا بيقولوا ليه ظنا منهم كذا كذا كذا، ما قدروش يوصلوا يبقى بنعمل بالاجر بالحديث اخذا للاجر وخلاص. ف يعني كلنا نطمح ونطمح في الشهاده، وكلنا ورسول الله في الحديث من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ف يعني مجرد أن أنت تطلب بصدق، فما بالك بقى لما يكون لك ذكر يومي تقوله بصفة يومية كل يوم، مش ده أدعى أن ربنا سبحانه وتعالى يوصلك الشهادة أو تموت شهيدا فعلا؟
يعني تموت شهيدا فعلا دفاعا عن عرض او مال او في اي شيء، وتموت شهيد فعلا، مش بس مش تاخد الاجر بس بالذكر، توفق الى عمل الشهداء. فانا هكتب لكم الذكر ده تحت فيديو، انسخوه انشروه، نشر هذا العلم في الصواب العظيم، لعل علما في الله اجر من عمل بي يوم القيامه، لا انكم زاد بجريم شيئا، ما تجيش تفعل الجرس في الشقه الجرس لكم الجديد، وساعدوني على نشر السنه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.